ناقدين ويسجل الهدف الأغلى للرجاء لربما في عام 2019، يمنح الرجاء بطاقة الوصول إلى دور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويقلب الطاولة حتى إن لم ينتصر، العودة من 4 أهداف لهدف في ديربي بهذا الجنون إلى التعادل ب4 أهداف ل4، هذا أمر لا يحدث كل يوم ولا يحدث بهذا الجنون يا خالد. أكيد يعني ديربي تاريخي، شوط تاني تاريخي لكل للفريقين، 15 دقيقة تاريخية للرجاء. بحيي جمال السلامي في تغييراته، في رجل واحد في المباراة وجهة نظري هو محسن متولي، عمل كل شيء في الكرة، الكرة أنصفت، فريق أدى لا يقل عن 65 70 دقيقة، والوداد لعب على المعطيات وعلى مقدراته الشخصية هو، ولكن دكة البدلاء لم تسعفه بشكل جيد، والحفاظ على النتيجة برضه ما كانتش بشكل جيد، ولكن في اعتقادي الشخصي ان الإصرار والعظيمة اللي كانت موجودة عند الرجاء بعد الهدف الثاني بديك حق ان احنا ما كناش في كرة قدم ولا عربية ولا أفريقية بل أوروبية من التابلو اللي احنا شفناه في ال 15 دقيقة الأخيرة. ما الذي يعيد فريق في آخر 15 دقيقة من 4-1 ل 4-4 زبير؟ أول شيء إضاعة التركيز للفريق الثاني في صار متراخي، ما عاش بنفس التركيز في الهدف الثاني خاصة اللي رجع شوية بصيص من الأمل، وبعدين أسامة الفرصة الكبيرة بصراحة للأمانة، عمل مباراة كبيرة، اجتهد أيوب الكعبي بتاع خمسة ثلاثة، يوم خسر أنس الزنيتي الكرة معاه هنا، يعني هي كرة القدم أخطاء، ولكن أعتقد أن أيوب الكعبي لو سجل هذاك الهدف انتهى الموضوع نهائيا، يعني ما عادش نبالغ. ولكن من متناقضات الكرة، خالد قال على تغييرات جمال السلامي، ما نمكنش ننكر على زوران دخول حسوني، سجل الهدف الثاني، صنع الثالث وصنع الرابع، يعني متناقضات كرة القدم، يعني متغيرات متقلبات كرة القدم. صحيح حداد ماركا، خاصة أنس جبرون صنع، ولكن بصراحة كرة القدم هذه هي فترات، أنت أحسن من المنافس ففترات المنافس أحسن منك. أنا أعتقد أنه شوية ما لعبش اللعبة زوران في تكسير الرتم، ما يمكنش تخلي الرجاء هو في نسق تصاعدي يلعب في الرتم اللي يحب عليه، وتكواب نار كرات ثابتة من 8 أهداف 6 كرات ثابتة، يعني رقم كبير جدا، وأهداف الرجاء كلها كرات ثابتة إلا الهدف الثاني. الهدف الثاني إنما طبعا كرات ثابتة كلها جاية برضو بطريقه عمل بشغل باجتهاد، يعني مثلا جمال السلامي غير الجبهه اليمنى كلها، اسامه الياس الشكير لعب على الرايد، انس جبرون ادى تنشيط كويس جدا، نقل محسن متولي في فتره اللي اتكلم عليها زبير في عمليه تكسير الريت او تايم اوت بلغه كره السله، كان لازم زوران يعمل تايم اوت، لازم يهدي بلعبته، لازم يعمل تركيز اكتر واتقل، ولكن في النهايه التغييرات اللي عملها جمال مع الاضافه ان محسن متولي كان بيتحرك في الثلث الاخير كان فيما شاء ورا لعيبه نص الملعب في الجبهه اليمنى ما بين قلبين الدفاع، صراحه قدم اداء اكثر مرأة كليدر وكحل ممتاز للرجاء. لكن مباراه يعني تحيرك في بوصلتها بالضبط، بدايه الشوط الثاني الرجاء يعادل النتيجه، تعتقد ان الامور تذهب لصالح الرجاء، يعود الوداد في اقل من 15 دقيقه ب3 أهداف، تتوقع أن المباراة انتهت، يعود بعد ذلك الرجاء في ربع ساعة يسجل 3 أهداف أخرى. بصراحة الغريب تتلوم زوران بشكل كبير أسامة، أول ما جاء عليه التعادل خرج في ظرف دقيقتين سجل جولين، يعني 56 و57 سجل جولين في دقيقتين، لما طلع وشفنا في فترة 5 دقائق بعد هدف الرجاء شفنا أكثر مرة أنس زنيتي في الصورة، تلوم عليه أنه من البداية ما كان يخرج. بالضبط، العب سجل اجوال والا ما راح تفوز، ولكن بصراحه لما جاب ايمن حسوني هجوميا تحسن الفريق بشكل كبير، صحيح سجل الثاني من كره ثابته، ولكن الثالث مصنوع والرابع مصنوع، واستعمل الهجمه المرتده بشكل ممتاز جدا والاسيست الكبير بشكل ممتاز جدا، ولكن لازم حتى في سنه هو زوران يتعلم الكره مستحيل، ما دام الكره في الملعب ما زال في فرصه وللمنافس فرصه، والمنافس فريق كبير، ما استسلمش جمال السلامي رغم انه في بعض الاحيان حسيناه انه خلاص هربت عليه. بصراحه الفترات الاخيره النسق التصاعدي وكثره خاصه الفاولات ما كانتش لها داعي، شفنا بدر بانون، شفنا انس زنيتي، شفنا سند الورفلي، كلهم ارمي كرات عاليه قدام، في الاخير ضبطت معاهم
بالهدف الرابع. أنا أعتقد أنه ما يمكنش لزوران في وضع 4-1 مازال 20 دقيقة، مش معقول نهائيا أنه يخسر المباراة أو يتعادلها ويخرج من البطولة صراحة. تتحمل مسؤوليته خاصة في التغييرات الأخيرة، كانت أكثر من لازم دفاعية. ممكن في بلاصة محمد جمال يجيب مترجي أو يجيب أوكيتشيكو جابرييل، أنا ما شفتوش كان موفق في تغييرين باستثناء حسوني. مع عقبة كرة القدم الوداد على اعتقادهم أن المباراة انتهت. يا عقبة زوران أكثر من الوداد، ما الاثنين مع بعض. لا بس زوران يتحمل جزء كبير جدا. الوداد اللعيبة أدوا ما عليهم على قدر المطاع والمستطاع بالنسبة لهم، في بعض الأخطاء، ولكن طبعا في بعض التغييرات اللي عملها زوران لم تفيد فريق الوداد. تفضل أستاذ. ليش تلوم زوران على أن خسر مباراة لاعبوه فريقه ارتكبوا فيها أخطاء، اثنين في منطقة الجزاء، هدفين سجل في شباكه من ركلة جزاء، وخطأ على حدود منطقة الجزاء أتمنى الهدف الثالث. حد ممكن يقول لك ليش تلوم زوران؟ وين الحضور الذهني للاعبين؟ شو اللي يخليك ترتكب هذا الكم الكبير من الأخطاء في هذه المناطق الحساسة؟ الحضور الذهني يعني هرد عليك بجزاء وارجن أرجع لك سؤال. جمال سلامة في آخر ربع ساعة كان مصدق بعد الهدف الثاني أنه ممكن يعمل حاجة، وده الحضور الذهني أو ده المدرب اللي ادى نفسي حاجة نفسية للعيبة بالتعامل في آخر ربع ساعة، على عكس زوران في آخر ربع ساعة وجهة نظري يعني إنه لم يستطع إدارة المباراة من بره في عملية تنظيمه للفرقة، إعطائه تعليمات للفرقة، المفروض يقول للفرقة إن الكرة نقل أو امسك الكرة أكتر، ما تديليش فرصة للرجاء، ده ما حصلش من زوران، وبالتالي أنا بحمل زوران الربع ساعة الأخيرة، غير كده الراجل أدى بما هو مستطاع بالنسبة له الـ 75 دقيقة، إنما الربع ساعة الأخيرة دور أنا كمدرب أسامة، أقعد على الدكة بقدر أحضر فريقي كويس، أتكلم مع فريقي كويس، أنا اللي شايف الملعب أكتر من اللعيبة اللي جوه، المفروض يكون لي دور في إعادة هيكلة وترتيب الفرقة في الربع ساعة الأخيرة. بس مو بسهل بعد ترجع من 4-1 زبير. لا نهائيا مو سهل، خاصة الإحباط متاع الهدف الثاني والثالث ورا بعض أسامة، وأنت أول ما بديت تحاول ترجع في المباراة يجي عليك الهدف الرابع مرة واحدة. يعني صراحة أنا ما كان السلامي في وضعية كان يحسد عليها، أول ديربي بعد العودة والأمل الكبير اللي كان فيه يخسر 4-1 يعني كبيرة، ولا كل جمهور الرجاء خايف من 5-1 ليرجع له الصاع. صحيح الوداد في أعلى نتيجة بين الفريقين، ولكن صراحة يعني جزئيات كرة القدم، خاصة الهدف الثاني لو أنه أحسن هدف ملعوب يعني متاع بين حميد أحداد وأنس جبرون في ظهر المدافعين يلعبها بشكل ممتاز جدا ويستغل، وهنا تغيير مدربه في الأخير. قلنا أيوب ناناح عنده مشكل في الشكل الهجومي، ولو تلاحظ غير الاثنين الأطراف الاثنين رحيمي وناناح وجاب أحداد وجاب أنس جبرون، وواحد سجل والثاني صنع بشكل ممتاز جدا على الأطراف. الهدف الثاني هذا ظهر لي زاد جرعة الأمل، وحتى البانينكا في البلنتي الثالث تحس ثقة. إنه في ثقة ما زال الفريق موجود. عاد هنا خبرة متولي أكيد كما قال خالد، أنا أتفق معاه، كان بصراحة اللاعب اللي أثر أكثر في المباراة في شكلها في نتيجتها، سجل هدفين صنع هدفين بشكل أو شارك في صناعة هدف وصنع الثالث بشكل ممتاز جدا. هذه جنون كرة القدم أسامة، مش كل شيء يتفسر، في بعض الأحيان حاجات صحيح. ما تلقى لهاش تفسير. أهم تفسير إن أندر مالانجو رد عليا رد عليها في هدف تاريخي للرجاء ووصلوا دور هذا يقعد طول عمره يرد عليه فيك في مباراة الأربعة مالانجو صح بالظبط، الأربع أهداف أو الهدف الرابع ده بالنسبة لمالانجو أنا وجهة نظري ده العملة النادرة، إن في ثانية لقيته العملة النادرة كنا بنتكلم عليها قبل كده. إنما لا ما أقول هكمل كلام، على فكرة ما غيرتش رأيي فيه. لا ولا انا ده لعب 90 دقيقة ناحية الشمال، يعني هو انا كنت حاسس ان هو مدافع اكتر منه مهاجم. كأداء خالد كارثي، بعاد جدا كارثي جدا على المنتظر بالنسبة للرجاء، ولكن كهدف اوكي هو ممكن في حاجة لهذا الهدف بالذات في ديربي مباراة كبيرة، هدف يرشح النادي. لما تتكلم على لعيب ب 2 مليون دولار كرة طبعا عالية وحيدة ياخدها 90 دقيقة، يعني المفروض ان في راس حربة. لا في التاريخ لازم نفهم انه الرجاء إذا دفع هذا المبلغ في لاعب أكيد عنده إمكانيات أو شافوه بإمكانيات جيدة أو بأداء جيد. ونقول لك ونعيد نقول لك مزالة فترة تأقلم
ممكن هو في حاجة للثقة عند الناس، لأنه في الأخير إنسان يمر في الشارع يقول له إمتى تسجل لنا جول، إمتى تسجل لنا جول، ما هذا هي الوضعية في الآخر. بس مباراة اليوم أكدت على نقطة، أن ملانجو مش هو المشكلة الأكبر في الرجاء، المشكلة الأكبر في الرجاء البني الدفاع، في قلب الدفاع. صح مسلم، معك 100%. أداء النهاردة سيء جدا جدا لسند الوفال وبدري بنون، وإن كان سنة شوية يعني النهاردة هم كملوا بنفس الطريقة نفس التكة. احنا كلمنا قبل السودة أسامة أنا وأنت وزبير وقلنا أخطأوا ليلة الألبني الدفاع اللي هم أساسا كانوا مصدر قوة فرقة الرجاء. النهاردة ألبني الدفاع بالأخطاء ديت، والاثنين دوليين، واحد دولي مغربي واحد دولي ليبي، ان يحصل بالشكل ده ايوب الكعبي يمر بالشكل ده مع سند الفلي وايوب الكعبي بالسرعه ديت وبالمهاره ديت، يعني المفروض ان في مشكله لابد من جمال السلامي ان هو يحاول يتعامل معاه بشكل ايجابي.